عيد مبارك سعيد بالصحة وسلامة إن شاء الله وبطولة العمر، وبتكون دائما بلادنا هانية وبطولة العمر لصاحب الجلالة الله ينصره. أنا مع أننا نحافظوا على الطقوس ديالنا كلها المغربية والإسلامية، فأنا كان دائما كنعيد مع العائلة، ما كنعيدش بوحدي لأنه من زمان وأنا عايشة غير مع ولدي، فأنا ولدي كنعيدوا كل مرة، مرة ربما ولدي كيعيد مع الأب ديالو، ولكن أنا دائما كنحرص على أنني نعيد مع الأم ديالي اللي دائما كدير هذيك الطقوس ديال العيد بحال الناس بحال المغاربة كلهم كنديروا كل شيء. انا عزيز علي الطياب بشكل عام، ولكن العيد ما فيه طياب، كل شيء فيه غير الشواء. مي انا معروف عليا ما كنبغيش بزاف اللحم ديال العيد ديال الغنمي، فمعروف فين انا في عائلتي دائما كيوجدوا لي دائما لي سالاد، كيوجدوا لي شي حاجه ملي كنجي، ولا انا كنوقف في الكوزينه وكنوجد شي حاجه سبيسيال. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.